الاسماعيلي لحد دلوقتي مش عارفين المباراه فين بشكل رسمي، بس الاسماعيلي طلب ان المباراه تتلعب، ودي تصريحات لرئيسه، ان المباراه تتلعب على استاد الكليه الحربيه. هننتظر الاخر قرار الجهات الامنيه. طيب ده بيان النادي الاسماعيلي اللي ناشد فيه وزاره الداخليه باقامه مباراته امام الاهلي بالكليه الحربيه. هي المباراه اللي جايه دي يا جماعه بتاعت الاهلي ولا الاسماعيلي؟ عشان نبقى عارفين برضه، بتاعت الاسماعيلي. فده الاسماعيلي هم اللي طالبين برضه، عشان دي جزئيه مهمه، عشان ما يجيش حد يجي يقول لك ايه، طب ما لو في موافقه يعني من وزاره الداخليه، ما فيش حد يقول لك ايه، اصل ماتش اتلعب، في ماتش اتلعب في القاهره والتاني برج العرب، فانت كافئ الفرص والاهلي ما يروحش اسماعيليه، النغمه اللي احنا بقى لنا 10 سنين بنسمعها دي. فادي بيان من النادي الاسماعيلي بتصريحات كمان كانت مصوره الرئيس. فهنشوف ايه الامور هتستقر على ايه، والقرار النهائي ده طبعا يتعلق بالجهات الامنيه ولهم كل التقدير والاحترام.